الله يرحمها، وكان قدم التعازي ديالي للأسرة ديالها والمعارف ديالها وللنساء والأبناء اللي نضلت من أجلهم. إحنا اليوم كنفقدوا وجه من الوجوه المشرقة اللي عرف المغرب في هذه ال50 سنة الأخيرة. كنتمنى على أن الخلف يكون بقد القيمة اللي فقدناها اليوم. الله يرحمها والله يوسع عليها والله يرزقنا الصبر كنا، وعلى يدها تعلمنا شنو هو التضحية وشنو هو التفاني في العمل الجمعوي. الله يرحمها. يعني ملي سمعت الوفاة ديالها في الصباح، أول تفكير ديالي مشى للأم العازبات والأطفال ديالهم، لأن فقدوا الأم الحاضنة واللي نضلت من أجلهم واللي ضحت بوقتها وبحياتها وبكل ما كتملك من أجل هذه القضية. نتمنى على أنه القضية ديالها تستمر، وعلى أن هذه الظاهرة هذه تلقى اللي يحتضنها ويضحي من أجلها والله يرحمها في هذا النهار. عائشة شنا هي الأم، هي الأخت، هي ذاك الصدر الحنون والرحب، يعني إنسانة اللي ما كتعرف كيفاش تتعامل مع الناس، كلها عندها سواسية، ما كتميش ما بين هذا وما بين هذا، ومعطات. وأنا تجربتي معها داخل الجمعية كنشهد ليها بأنها كانت ماشي في المستوى، شي حاجة أكثر ما في المستوى. إذا قلت لك بأنها داخل الجمعية ما عندهاش بيرو خاص بمدام الشنا داخل الجمعية، عندها كرسي هو عليه عندها، يعني أي مكتب كتدخل ليه وكتشد عندها كرسي والرياحة، لأنها ما كتقدرش تجلس بلا الرياحة لأن عندها مشكلة ديال التنفس. فقدوا الأم والصدر الحنون اللي كان ديالهم، فقدوه بشكل كبير. إلى الأسرة فقداتها وحنا فقدناها، فالأم العازبة فقداتها بشكل كبير، وداك الطفل المتخلف فقدها كبير. ما نقدرش نقول لك باللي كان حزن عميق ملي تلقيت الخبر، شي حاجه كبيره، لان ما قدرتش حتى نعبر عليها كتابيا ولا الان شفويا يمكن لي نعبر عليها. فقدان عائشه هو فقدان عزيزه، امراه يعني محترمه مقدره من الجميع، امراه يعني ناضلت وناضلنا بجانبها خلال سنين طويله ليصل صوت الام العازبه الى المجتمع لنصرتها نصرة قضية الطفل المزداد خارج الزواج. تنتمنى على أن هذه المناسبة الأليمة يعني تكون كذلك التفاتة من ديال الحكومة باش يعني تنصر قضية الأم العازبة وتعطيها الحقوق ديالها وما تخليهاش في التهميش اللي عاشته سابقا، وإن كنا احنا ناضلنا باش ما تكونش مهمشة لا هي ولا الطفل ديالها. كنتمنى على ان الالتفاته تكون من ناحيه القوانين المجحفه في حقها وفي حق طفلها، تكون قوانين يعني اللي كتعتبرها كمواطنه كباقي المواطنات. عطتنا الاعتبار حنا كنساء، امراه اللي دعمت المراه المغربيه، هذيك السيده الله يرحمها وسع عليها ودعا فيها المغرب كامل والوطن العربي، كانت عبره لنا، كانت واحد الانسانه اللي وقفت واحد الوقفه. دوك النساء الحوامل اللي كانوا تيتلاحوا الاطفال، يعني هي دعمات هذا واخا كان واحد المعارضه شويه، ولكن هي زكات واحد العمل الله يرحمها ويوسع عليها، وكنا ضعنا فيها، وهذيك ام ديالنا ام الخير، كل الشعب المغربي ضاع فيها. هي كتقول لك اهتموا بالنساء اهتموا بالاطفال، هي نقطه ضعفها هما الاطفال، شي حاجه اللي نقطه الضعف ديالها هي المراه والطفل، اهتمامها كله خاص بالطفل. لو كان ما عرفتش دير كتسمح براسها وتدير الحوايج اللي غتفيد بهم النساء وتفيد بهم اطفالهم، ما تضيعش الاسره، كانت اهمها هو ان الاسره ما تضيعش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.